أو بسكوت يسقط من شجرة فظنوها شجرة بسكوت دون أن يعلموا فهم جهلة تركوا أنفسهم عرضة للموت دون العقل. الإنسان أعمى والكوكب غابة حيوانات، رمال كثيرة وغابات قليلة، ويبدأ الصراع على الحياة. فالعقل يحقق معجزات كثيرة، يخرج ما تحت الأرض من مواد، يصنع ماء وطاقة وفيرة، وأيضا يصنع المأكولات. قدرتك على التفكير التي ظننتها صغيرة هي من أكبر الإمكانيات. فالعقل قدرته كبيرة، يفهم ما حوله ليتحكم بالحياة. شغل عقلك بعلوم مفيدة وستتفوق على جميع المخلوقات. فيأتي خيالك فيفيدك، فتعرف ما معنى القدرة على رسم الرسومات، يعني أنك تنشئ عالمك وتتحكم في العلوم من أفكار الذات.